قصيدة قلت فيها: لا تحسبن الذين استشهدوا ماتوا، لا تحسبن الذين استشهدوا ماتوا هم الحياة، وباقي الناس أموات، هم الذين إذا سالت دماؤهم يفنى الممات، وتتلى فيه آيات، هم أسود الوغى نعلوا إذا ذكروا، وهم نمور من النمر اقتباسات، بهم سنجتث كل الظالمين، فقل لا تعجلوا إن يوم الفصل ميقات، يغدو به الكون جنديا لإمرتنا، تبدل الأرض فيه والسماوات، وقل لسلمان صبرا يا ابن آكلة الأكباد، قد محضت عنك الحماقات، يا قوة الله، يا قوة الله من سلمان، فانتقمي حتى ترى منه أنات وآهات. أهل القطيف، أهل القطيف، القطيف رمز والمقصود كل المنطقة، أهل القطيف على الأنذال، فانتفضوا لا ترقبوا فيهم حلفا، ولا نات دم الشهيد ودمع الأمهات، هنا يرتد بأسا وبعد البأس ثارات، قرن الشياطين أضحى نصف شرذمة يحوطه الخوف نار واشتعالات، يا سبة الدهر مهلا، إن موطننا عما قريب ستعلو فيه رايات، إن تثخن الجرح أو تزداد سطوتكم فالله سطوتنا، والدين قوات، فلا ترمب ولا إسرائيل تسعفكم، فنحن قوم لهم في الحرب صولات، مهما حرستم قصور البغي فانتبهوا، إنا سيوف حداد حيدريات، إنا سيوف حداد حيدريات. وصلى على محمد.